تفائل شجع هنكسب. هو ده بالظبط اللي نازلين نقوله للناس عشان المنتخب بتاعنا يكسب النهارده. يا رب المنتخب يكسب يا رب. هتشجع مصر؟ اه طبعا نشجع مصر طبعا، كل قلبنا ان شاء الله هنكسب ان شاء الله. هتقول ايه طيب للناس؟ اقول شجعوا مصر، وقفوا جنب بلدكم وربنا معاكم. لما المنتخب بيلعب انا راجل من الناس، يعني من مصر عامه، ببقى واقف في الشارع على اعصابي، كاني حاجه من جوايا كده بتقول لي دي مصر، واحد منك يعني ايه، لازم يكسب، لازم يكون وضعه حلو قدام الناس، ما حدش يزعل منه. عليكم ولا بلدكم يعني، وشجعوا اللعيبه، وما يعني ما تقولش حاجات تحبتهم على الفيس عشان هم برضه بيقروا وبيسمعوا الكلام دوت. ما ان شاء الله باذن الله ربنا يسهلهم، بس يشدوا حيلهم وياخدوا جرعه امل، وان شاء الله خير. لو غلبوا النهارده يبقى عندهم امل يطلعوا. بقول يا ربنا يوفقك يا رب كده، وتشيل الحزن على المصريين ده وبسمه جميله كده، واخد بالك، وتفرح كل المصريين يا رب. احنا طول عمرنا كمصريين دايما متفائلين، حتى لو خسرنا مليون ماتش يعني لازم ننزل نتفرج. نحب مصر ونشجعها دايما، يا رب تكسب يا رب يا رب، ان شاء الله باذن الله هتكسب اكيد. يعني عايزين بس كده روح التفاؤل في الناس عشان يشجعوا المنتخب بتاعهم. لازم نشجع عشان نكسب. كله يشجع بلاده مصر. ان شاء الله نشجع ونكسب. نشجع مصر عشان نكسب ان شاء الله. تفاؤل شجع هنكسب منتخب مصر. لا قول بصوت اعلى وبحماس. تفاؤل شجع هنكسب منتخب مصر ان شاء الله، مروان محسن النهارده ومحمد صلاح. تفاؤل شجع اكسب ان شاء الله. منتخبنا مش اي منتخب. طبعا طبعا منتخب كبير ان شاء الله، وقادر على كل شيء، وقادر ربنا سبحانه وتعالى يدينا البطوله ان شاء الله. معانا عالم بقى عشان تشجع المنتخب. تشجع المنتخب وتقول للناس ايه؟ اقول لهم ان شاء الله لازم نشجع بامر الله، عشان برضك الروح المعنويه بتاعت اللعيبه تبقى مرتفعه جامد يعني ان شاء الله. هتقول ايه؟ تحيا مصر. قول تاني كده. تحيا مصر. عالم مصر يا امي. هنقول ايه بقى؟ افريقيا يا رجاله. هنكسب ان شاء الله. شجع هنكسب ان شاء الله. تحيا مصر ان شاء الله. مصر مصر تحيا مصر. تفائل شجع هنكسب. تفائل شجع تكسب. تفائل وشجع وهنكسب ان شاء الله. هنكسب يعني ان شاء الله باذن الله هنكسب ان شاء الله. تحيا مصر. تفائل شجع هنكسب. باقي نغني الاغنيه. هنغني نقول ايه؟ نقول ايه؟ بلادي 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 لك حبي وبلادي.